السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد، واليوم نكمل بسلسلتنا تبعت الماينكرافت. قبل ما نبدأ بالفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس نوصلكم كل شيء جديد، وخلونا نبدأ. بس خلونا أول شيء نحط اسم المدينة كرافت سيتي، أوكي؟ نرجع لكم. هاي رجعت لكم محل ما كنا بالحلقة الماضية. بعدين خلينا نكمل البيت. أول شي لازم نروح ننام، نفوت على مكان السري أول شي. بس أمانة بس حطوا لايك، خلونا نوصل على 50 لايك بأسرع وقت. وصلونا الفيديو، يلا وصلونا يا 15-13، تدروا توصلوا 30 لايك. يلا توصلوا 30، كان التحدي مني لكم. إذا بتوصلوا أنتوا أساطير، وإذا ما بتوصلوا ما بكون أساطير، بس يلا أنتوا أساطير. هلا نكمل بالبيت، وفي مفاجأة إلي لكم قبل رمضان، صح؟ يضل رمضان 6 أيام، وإلي مفاجأة لكم، بس لازم أخلص البيت قبل رمضان. أنا توقعته، لأني قلت لكم لازم أخلص البيت قبل رمضان، يعني خلاص عرفته. ما لازم اشرح، يعني تنتظروا الفيديو اللي جاي. خلينا نخلص البيت اول، والله راح تحبوه. حيكون هلا الارضية طوارف بالهاي. اول شي خلينا نحفر وبنرجع لكم، او خلينا نحفر. يلا 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 يلا. طبعا يا جماعة في شي لازم تعرفوه، بس اول شي خلينا نطلع مشان اقولكم. هاي راح تتكبر، يعني راح هاي راح اكملها، يا خليها هي الكراج، وبدي اعمر هون اوضة. ماشي، راح تكون هاي اوضة النوم منيحة. هاي راح نكسر هدول الاخطاء اللي عملنا هون. هاي خلصنا، كمل. هاي يلا نكسر من هون، قصدي نركب من هون. خلا نركب من هون، شلون؟ هذا هاي المدينة راح تكون أحلى مدينة، والله لا تشوفوها راح تقول واو. بس والله إذا إيش ما بتكون، يعني اللي بتكون يعني أعمله اكتبوا لي إياها بالتعليقات، إيش بتكون يعني أعمل. يلا نكمل هون. لازم نعمله، مو معمرينه هون، لازم نفتح باب. هاي فتحنا، هاي لازم نكسرها، نحط بدالها هاي، حلوة راح تكون غرفتي. وخلينا نختار الباب، راح يكون الباب مرون. طيب راح يكون هذا الباب، هذا 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 هذا. اختارت هذا، ان شاء الله يطلع حلو. المهم يكون في باب. بدي اعملكم كمان صالون للرياضة، بدي اعملكم ملعب كرة قدم، بس هذول كلهم بدي اعمل لكم اياها بسلسلة مدينة كرافت. هذا اسم المدينة، ها، مدينة كرافت. بس والله شايفة بلاش، اكتبوا لي بالتعليقات اذا حلو الاسم. يلا انا بقى بعمل رح نعمل كمان ملعب كرة سلة، و رح نعمل كتير شغلات، يعني مو بس ملعب كرة سلة وملعب كرة قدم، رح نعمل ملاعب، نعمل ملاعب تنس، وفي رياضات كتير لازم نعملها. هلا يا جماعة بحفر من هاي وبرجع لكم. هلا خلص الحفر، بس والله حلوة الغرفة، يعني بتلبق. بس أمانة أمانة لا تنسوا زر اللايك، إيه أنتوا ما تنسوا شي، كل ما أقول كل شي ما بتنسوا، بس خلينا نغير هون. يلا
تنسونا باللايك والاشتراك، خلينا نوصل على 50 مشترك بأحسن بأسرع وقت. ويعني ايش راح تعملوا؟ مهمتكم هاي الاشتراك، وتتفرجوا علي تحطوا لي لايك، وهنا تعليق عندكم اليوم اكتبوا لي تعليق سيارة ماشي؟ يا خير من تعليق بتجيكم. انزل عملنا اول سيف، واي عملكم احنا. والله كان راح اكشف حالي، كان راح تكشفوني اني كان راح احكي، والله كان راح احكيكم ليش ايش لازم اعمل. بس يلا طبعا يا جماعة عمرت من هيك، اي كان الخشب بل عندي بس لازم اكبر من هون. تشوفوا شوف صراحة بطور كتير انا، والله ما كنت اعمل هيك بيوت، والله ما كنت اعرف اعمل هيك بيوت، بس نتطور شوي شوي. يا عملت هاي مرتين، خلينا هلا بس نخلص هاي. شوف يا معلم، يلا هلا بدنا نحفر من هون. انا ما احب احفرها، والله اكثر شيء اكرهه بالماين كرافت احفر واعمل البيت. كتات توتش سبيل، لا سبيل كونتارس. هلا لازم بسرعة 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 بسرعة. يلا ايش هون، يلا برجع لكم بس عامله. هلا عملنا هاي، هلا عملنا من هون حفرنا، بس لا تقول لي نسينا، لا ما نسينا. هاي راح نحفر من هون، بعدين هاي البلوكة. هلا بنرجع الباب، طب هون احسن. هاي خالد انتبهوا ايش شايفه يعني. حبني حبني، هاي بجيك هلا يا جماعة. بقول شوف ايش صار عندي، صار عندي هذا الحصان الغريب العجيب بقدر بمشي فيه. شوف شلون سكنت مغير. شوفوا والله الحصان اسطورة. تحلوش وين اوديك؟ شوف في عندي بيت احسن من البيت. ياه اكسر البيت، اسمع الصوت. اول مرة بيطلع لي صوت من هيك بالماينكرافت، ما تفوت خلاص. ما اسفين اسفين يا جماعة، بس يلا بروكن ماشي بتحرك دوي. صار ليل وانا ما بلاقي. هاي هون، هاي انا شفت لك بنام وبرجع لك اوكي. يلا نام كم تاخذ هذا امن مكان. مرة نلعب هاي الماينكرافت، ينفع تم نايم ما ما في. شو شلون يا اخي يا اخي، ما في احد يقدر يبني مثلي هيك. شوفوا شلون ابني، والله حلوة البني. اسمعوا صوت السيارات والاجواء، بس عنا مطر. يلا واو واو واو، بني انا ما حد يقدر يبني مثلي. لكن ليش هيك صار؟ انا ما عملته ولا واحد غيره، ما ادري، بس انا اتذكر اني عملته. بس هتقولي كان الباب هون هون، والله حطيت هذا الغير. يلا هيك منيح، واو هذه غلط مكان هون. واخيرا هي خلصنا الطابع الاول. لا ها لسه في هون، هذا حنحطه. لا تشوفوا هاد، شوف شلون بيطلع.
بس يلا حلو نحن نحن نرجع لكم. اوكي هلا عملتها انا عمل علي بس ابني من هون. طبعا يا جماعة لا تسألوني ليش انا عم بحط من هون، لاني هذا ايش، هذا كراج هيك عم بحط حجر، بس يمكن هذا مو حجر ما ادري ايش هذا. هاد شفته وقت انا موقف شفته قلت يلا اشوف عليها يمكن يقول حلو يمكن يقول ما حلو ما بعرف، بس والله لونه حلو بس ما بعرف اذا عجبكم ولا لا. اذا عجبكم اكتبوا لي بالتعليقات وقيموا لي البيت من هلا، يمكن ما يخلص بهاي الحلقه، يمكن نعمل لكم حلقه ثانيه، بس والله لازم تخلصوا قبل رمضان لاني في عندي لكم فيديو قبل رمضان. بس تشكركم عرفتوا شو والله عرفتوا شكلكم حيكون هوني. يلا الباب هون، حط كمان باب الثاني هون. طيب زين هلا بنروح نختار الباب المناسب. رح نختار يلا هذا الحديدي وين حطه؟ يلا كمان ما رح يفتح لي الباب قدام، لازم ناخذ هاد والله حلو هاد، بس والله رح يعجبكم ها شوف شو هاي واو. وهنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، والله حلو. بس ما في غرف نوم هنا، هذا حيكون المطبخ، بعد المطبخ راح يكون هون غرفتي جميلة. وبنشوف سكر هذا الباب، نعمل نشوف. هلا انا عندي مو عامل لون انا الارضية، هلا انا عامل لون كل لون لهيك شو حنعمل هلا؟ نبدأ بالشيء الأساسي المهم. حنخلص البيت بهالحلقة، لكن شو شلون والله حنخلصه بهالحلقة، لا تحكم معي رح نخلصه بهالحلقة وباي. هيك رح يكون تصير الفيديو، والله العظيم حلو البيت. لا حد يقيموا لي اياه بالتعليقات، بس نخلص ها، مو من هلا. انا هون لساتني عم ببني، فورا تروحوا تقولوا 10 من 10، تحت الخمسة ما برضى، تحت الخمسة ما برضى، اذا تحت الخمسة ما برضى جاي فوق الخمسة. بدي شمع، شمع وين يكون منيح، وين الشمع، وين الشمع؟ ما اقول هون، ايه هون راح نحطه مكان الباب هذا. اول شي راح نحط شوية شمع هون مشان يضوي لنا البيت، يمكن بعدين على التطور. لاي انت راح تكون هلا هون، بس الاقي لك مكان بحطك ماشي. شوف شلون، شوفوا الحالة. وهنا سأسكت قليلا، نزل تحت نحط الشمع. شوفوا تختي حلات راح انام عليه. سنايت جود نايت، مو نايت هل لا دقيقة، ايش يعني ايش يعني نهار بال ايش اسمه، ما اقول مارنينج ما بعرف، لا يمكن مارنينج يعني صبح، مو اخ ما ادري ما نشوف، بس نتعلم بدرس الانجليزي مثل. هلا خلينا بس نحط هون، يلا بحطه برجع لكم. هلا خلصنا كل السقف، حط الشمع بكل مكان يعني، لكن اذا هيك الحلقة الجاي رح نحط الاساس، بس هون مش رح نعمل اول شيء. ندور على الكبسات اللي بنحطهم، أول شي لازم نلاقي عن هدول اللي بنحطهم بالأرض. وينون وينون هدول ايش؟ مدري
شيل يا بس شيل. نحط من هاي ولا من هاي؟ يلا من هاي. نحط مكان الباب. وهنا سأسكت قليلا، ما عملنا هون لسا. طيب راح نعمله من هون. يلا بينا، يلا شوفوا بسرعة، نشوف على الحلقات اللي جاي شلون نعمله. أول شي هلا إيش راح نعمل؟ يلا ما راح نعمل شي هلا، خلصنا من هاد. هلا بدنا نعمل من برا. شو بدنا نعمل صحيح؟ إيه صح، لك إذا مش لهم إيش بدي أعمل، نسيت. مفاجأة هلا بتشوفوا حالا. شوف. وهنا سأسكت قليلا. سمعتوني؟ سكتت هون، سكتت قليلا. بدر بدر بدر. يلا نام، برجع لكم. صباح الخير يا متابعين الحلوين. ياك شبيها؟ شبيها عندي الماينكرافت. كمل. شيل يا مس الشيل. شوف. روحك عارف وحدة. شوف. ما ادري اذا غنيت الغنية صح ولا لا، بس اهم شي خلينا نعمل هيك. شوف. شيل. لا مش لازم نعمل، راح تتفاجئوا. اسف، نحطها هي هون. راح نشوف اذا راح نحطها. راح نحطها بخشب، ما حلوة. يلا بنحطها بشيء ابيض. لا بدي. يلا بنحطها بهاي، حلوة. شوفوا عمل الحوارف، بدي احلى ادني. شوف. والله تصاميم جميلة. شوف الشغل، شوف. وهنا سأسكت قليلا. شوف. بعمله وبرجع لكم، اوكي؟ وهي صرت معكم بنهاية الفيديو. اتمنى عجبكم، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس مشان ساكن كل شيء. مع السلامة، باي. بس حطوا لايك.